قنيه في جليل بات، جليل بات الطوب وتا الثمن. شوفوا معايا جلابه شوفوا الخدمه، شوفوا معايا هذا الموديل جليل بات والثمن البنات واعر حتى هو. شوفوا جلابه 36 في الربع ديال صدر جليل بات اليوم، شوف ما شاء الله 36 اكبر طاي. شوفوا معايا القفطنات الرمده اللي لابسه نورا، قفطان خطيره البنات. شوفوا معايا ستيل جديد ومجوهره فيها موديلات كتحمق، هذه جوهره بالصمطه العريضه ما شاء الله. قلنا لكم جليل بات البنوتات وغير شحال 100 درهم بنيتات المغرب كلهم، الاميرات المغرب كلهم اللي خارج دابا مؤخرا في القفطنات وجليل بات. كيجيب طريزات كيما الجوهره اختي لطيفه. او فن هذه، شوف شوف ما شاء الله، وهذه مقاس صغير، هذه دايره 26. اه شوف ما شاء الله ما شاء الله، او فنين هذا. انا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد نهار جديد وعواشركم مبروكين. واليوم ان شاء الله فيديو من محل زروالي، المتابعين ديالي عارفين اليوم فين جبتهم. اليوم ان شاء الله شوفوا السلعه تبارك الرحمن ما شاء الله، ستوك 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 ديال السلعه اللهم بارك. محل قفطان الزروالي من بين اكبر المحلات الموزعين القفطان والجلابه والتكشيطه في المغرب وخارج المغرب كذلك. مناسبه رمضان ان شاء الله اليوم فيديو في غير جلابه والقفطان، ومني كنقولوا جلابه والقفطان كنقولوا حتى الهوت. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، الناس اللي بغات تبدا مشروع ديالها دير جليل بات في هاد العواشر هادو، هذا هو العنوان. الناس اللي بغات تبيع حتى من دارها تاخذ جليل بات تبيع من دارها كذلك، مرحبا بكم. اليوم اثمنه سبيسيال كيف ما ولفنا محل قفطان الزروالي. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو خطير خطير، غيخليكم معنا من الاول حتى الاخر. العنوان المحل كيتواجد في درب السلطان قصريه الحميديه، المدخل رقم 8، المحل 199. حنايا هنا كنصوروا في الديبو، انا غنخلي لكم ان شاء الله الدخله اللي غادي تجيو. حنا انفاس مع مدرسه انقره، تيحلوا طيله الاسبوع ما عدا يوم الجمعه، ارسال لجميع المدن وجميع الدول فين ما كنتوا يوصلكم القفطان والتكشيطه، الجلابه تقسيط وجمله. وكيف العاده كاملين، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا على النبي. وحنا يبارك لنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركه الله. وتنعاود نقول اليوم ما شاء الله السلعه ما شاء الله ما شاء الله. عليكم سي الزروالي سمير البنات، مبروك عواشركم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء على خير. مرحبا بك اختي لطيفه، الله يحفظك. مرحبا بالمتابعين ديالنا، بارك الله فيك، كنباركوا لكم العواشر، عواشركم مبروكين، الله يبارك فيك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، يا ربي امين. نتمنى الله سبحانه وتعالى هذا رمضان يدخل علينا في الصحه والسلامه، يا ربي امين يا ربي. مرحبا بك عندنا اختي لطيفه، مرحبا. اليوم كاينه مفاجاه ديال الجلابه وقفطنات ان شاء الله. قفطنات حاجه الثمن زوين وديال الكريب وحاجه رخيصه في الثمن ان شاء الله، الجوده والهوته. جودة عليها. يلا نبداو على بركة الله. يلا نبداو بالقفطنات، نبداو بنورة قفطنات العيد إن شاء الله، لرمضان كذلك. هاد القفطنات دائما متوفرين عند القفطان الزروالي، غير كل مرة كيكون موديل جديد ولا كتكون رشمات جداد، بحال اللي لابسة دابا نورة كيف ما كتشوفوا. أييه مخدوم هذا بالكاترفيل بالصم. الكميمات صدر في صالة الإيفازي كيف ما كتشوفوا. أييه الكميمات حتى هما مطروزين، عندنا فيهم الألوان ورشمة ما كتشبه رشمة. كل رشمة كنختلف فيها. أييه أييه الرشمة اللي لابسة مريمة. الكمية موجودة أختي لطيفة. الكمية اللي لابسة إكرام ما شاء الله حتى هي. هذه عندنا فيها ليطاي وعندنا لي كولور كاملين. وبالحزيمات اللي بغات تحزم اللي بغات تخليه بلا حزام. أييه هذا محزم ما شاء الله. المقاسات سامير. من الإس حتى للطروا إكس إل. من الإس حتى للطروا إكس إل. وعندنا فيهم العدد، كاينة الكمية، هادو فازي عندنا فيهم واحد 400 ولا 500 حبة اللي كاينة واجدة بليطاي ديالهم مقامي بالالوان كاملين ما شاء الله. نشوفوا اللوينات، نشوفوا اللوينات والثمن، قول لنا الثمن. نشوفوا الموديل الثاني ديالو ونشوفوا اللون كامل واخا ونشوفوا الثمن. يلا خليكم معاه. شوفوا الموديل الثاني، وقبل ما نشوفوه كاع ما قلنا لسمير كي دايره. سمير لاباس عليك؟ ما عطيتيش تحيه للمتابعين نسيتك. يا كلشي مزيان تبارك الله، الوسيم ديالنا هذا الفيديو. الله يحفظك. قفطان الزروالي دائما كيبرعكم بالهوسه وديما منور بسامير، اللي بغى لهنا يجي لهنا. يلا عطينا القفطان نشوفوا خوله. الموديل الثاني. اييه قفطنات ان شاء الله. في الاول كاين هذه ما شاء الله. اييه هذه حاجه طوب عساني بطاز رباطي باللوينات فلاشي، كيمشي بالحزام ديالو الكحب دائما لي موش. اللي بغات تلبسو بالحزام تلبسو، اللي بغات تخليه تخليه. تلبسو بالحزام ماشي. اييه عندنا الزواقه الثانيه ولا الرشمه الثانيه، هذه كتجيب بالتعصاب. اييه
قفيطان كيجي في المستوى اختي لطيفه ما شاء الله. يعني قفتيح القدام هذا بغيتي تلبسيه بالحزام بالحزام حتى هو نشوفوا نورا هذا كيجي الكولفي موديل طوب هذا ديال تاع 77 غير جديد اختي لطيفه ما شاء الله الجديد. وبالنسبه للكميه اختي لطيفه عندنا كميه فيه موجود العدد عندنا فيهم ما شاء الله ما بغيتو عندنا حاليا دابا كاين 400 حبه ومازال العدد اللي حيت هذا كيخرج بالكونتيتي كيخرج بالكميه ما كيخرجش ثلاثه الحبات جوج حبات بالعدد. الناس اللي كيبغيو يقول لك دير لنا لا ليفريزون حبه وحده راه ما كنديروش لا ليفريزون حبه وحده خاص يكون عندك فوق خمسه ديال الحبات باش كنصيفطوهم. واش غير في هاد القفطان ولا في كل شيء؟ غير في هاد القفطان ديال السولد وحيت الثمن ديالو شويه طايح في الثمن ما الغزاله ولا اللي كتدير في الثمن. هادو اليوم مع قفطان زروالي 170 درهم 170 درهم هاد القفيطنات هادو بالنسبه لي فغيزون من خمسه ديال البياسات من خمسه ديال البياس. يلا عطيني الالوان ها هو وفي مازال واحد رشه ما يخرج ما حليناش كل شيء. كاين واحد رشه واحده اخرى ما حليناهاش. هذا الموديل هذا فيه واحد 10 زواق. كاين فيه زواقات بزاف على طيبه ديالها. هذا اختي لطيفه شوف هذا الموديل هذا ما لبسناه. والعدد ها ما شاء الله. تجبد شوف هذا. هذا تاع هو. زيد جبد يعني درش مات ما شفناهمش ما ملبوسينش اييه ما شاء الله 170 درهم يلا قفيطنات 170 درهم جمله وتقسيط. مرحبا بكم دائما هميزه الزروالي. زيد اليوم شوفوا معايا القفيطنات الرمده اللي لابسه نوره قفطان خطيره البنات. شوفوا معايا ستيل جديد اييه ما شاء الله. هادي باقا بميكتا هاد الموديل هذا هنايا بالطرز وليمونش بثوب اخر كيجي حتى هو كلوش بالحزام حتى هو ما شاء الله. هاد الموديل فيه الالوان الموديل هذا حتى هو اللي لابسه اكرا هو نفس هو الثوب ديال بحرير في ليمونش درنا ليه الحزام ديالو كيمشي القفيطوس وهذا هادو تقفيطنات روميين بلديين. نشوفوا خاوله حتى هي القفيطين هذا شوفوا معايا اييه طوبينا لو سيما في ليمونش تحل قدام فيه العدد وفيه اللوينات ما شاء الله اييه. المقاسات تلطرو اكس ال نشوفوا اللوينات والتلوينه ديالهم هما هادو البنات. هادو فيهم كميه محدوده هادو غير سولد 200 حبه اللي فيهم وكاينين زواقات مختلفين شو هانتوما هذا كريم البرومي اختي لطيفه الثمن ديالو 200 درهم 200 درهم 4000 ريال هاد القفيطنات هادو هادو غير سولد فيهم كميه محدوده. الموديل اللي ورا الاول فيه العدد شحال ما بغاو هادو غير سولد كميه محدوده هادو والتلوينه اللي فيهم الزواقات تجيو ان شاء الله واللي مكتب لها شي حاجه تاخذها. شوفوا بحال هذا سي الزروالي حلي هذا شوفوا تبارك الله هذا الفتيحه حتى هما مخدومين كيف ما كتشوفوا ها هما اييه والصدر كذلك 200 درهم يلا سريع وتلطروا اكس ال نشوفوا بحال اللي لابسه خوله هذا اييه كاين هذا حتى هو هذا اللي هذا ما ملبوش اييه 200 درهم حتى هو يلا 200 درهم قفيطنات رمضان ان شاء الله وفيه 200 حبه يلا مرحبا. هذا الموديل فقط اللي ما فيش العدد فيه كميه محدوده 200 حبه 200 حبه هي كميه محدوده تبارك الله ما شاء الله 200 حبه راه شي حاجه بالنسبه لنا حنا راه عاديه قليله. شوفوا قفيطنات اليوم قفيطنات ديال جوهره بالكاترفيل وشحال غيبقاو 200 4000 ريال. شوفوا خوله ورشمه ورشمه ما كتشبه رشمه شوفوا معايا ما شاء الله بالكاترفيل كما كتشوفي حاجه طوب كتجي في ليمونش فتيحه القدام وشوفوا جوهره بالنسبه اللي عندنا فيها من ال حتى ل 3 من ال حتى ل 3 اكس ال عدد الفيديو اللي فات 1000 حبه جبنا فيها عاوتاني عاودنا فيها بقى عندنا فيها واحد 600 حبه ما شاء الله موجوده عاوتاني بليطه ديالها بلي كولور بكل شيء ما شاء الله عندنا فيها كونتيتي عندنا فيها العدد وديما خدامين فيها شوف نور عندنا هذا الموديل هذا ديزاين سيك ديزاين اختي لطيفه شي حاجه طوب ازرق ماشي ديال 200 درهم زعما التوب خايب ولا التوب طوب حاجه زوينه وتقفيل. شوفوا اكرام قفطان زروالي الطن الطن كما كتشوفوا ما شاء الله قفطان 400 درهم بحال قفطان ديال 200 درهم ما كاينش ديفيرون ما شاء الله اختي لطيفه نشوفوا اللوينات العالميه اختي لطيفه ان شاء الله مرحبا
18 ما شاء الله. ما شاء الله غتلف داكشي كامل ما شاء الله فيها العدد. شوف يلا 600 حبه اللي كاينه واجده هذه غير اللي واجده حاليا. يلا 600 حبه يلا 200 درهم قفيطنات. شوف نشوفوا مازال اييه ما شاء الله اييه العريسات ديالنا الله يبارك. حتى الناس اللي بغات دير مشروع في هاد العواشر هادو هذا هو العنوان. ها كنعرف واحد الكلمه اللي ما كانش عندنا العدد حنا ما كنصوروش ما شاء الله. وحتى اللي كيكون العدد في السطور محدود كنقولوها الله يسخر. هانتوما كاين حتى المقاسات صغار بالنسبه للبنات كيقولوا لي حنا السمول والميديوم راه كاين فيهم مقاسات صغار من الاكس من الاف حتى للطروا اكس ال. يلا 200 درهم جواره ديال رمضان شي حاجه يلا 200 درهم ما شاء الله الله يسخر. ونشوفوا ان شاء الله تشكيله ندوزو للتشكيله الثانيه البنات. شوفوا معايا ما شاء الله هادو حتى هما قفيطنات والثوب ديالهم واحد الثوب اللي كيتسمى جاكر. هذا اختي لطيفه هذا اللي خارج دابا مؤخرا في القفيطنات وجليبات كيجيب طريزه بحال الجوهره اختي لطيفه. اييه بحال الجوهره شبه الجوهره وهذه مخدومه كلها هكا بالكاترفيل والصاله ديالها شفتوا طويله بالحزام ما شاء الله. هذه من الكوليكسيون جديده ديال قفطان الزروالي. هذا توب طوب حاجه سبيسيال هذا خاص عندنا الزروالي هذا ما تلقاش السوق غير عند قفطان الزروالي. الله يسخر توب جاكار حاجه طوب كيجي انا في البيسات كيجي على شكل جوهره هو ولكن التوب ديالو مزيون ما شاء الله. عندنا فيها الديزاين هذا كاين هذا الديزاين هذا اللي لابسه مريم كيجي نص طوب خدمناه في ليمونج حتى هو درنا له شي حل قدام نفس التوب جاكار نفس التوب ديما جاكار كيبقى وفيه اللون ديالو والثمن شحال اللي ولا السعر ب 450 400 درهم شحال ما غاديش للزبناء ديالنا. واخا سيدي زيد شوف لي هذا الموديل هذا هذا تا هو بالكريب كاترفيل تا هو خدام بالكاترفيل وبالكريب كامل حتى لتحت ليمونش دائما ما كنساوهمش ما شاء الله. المقاسات اللي طاي كاينين اختي كامل طاي من الال حتى للطروا اكس ال كلشي كيلبس هاد الموديلات هذا وهاد الموديل هذا ديال الكريب. والثمن شحال السعر ديالها؟ 350 درهم اختي 350 درهم هاد القفيطنات. يلا صحتكم هاد جاكر هذا سي لطيفه هذا ثوب جديد اخر ما خارج في التويبات الجليبات والقفيطنات. انا اختي لطيفه ديما كندخلوا الجديد دائما الجديد. نشوفوا اللوينات نشوفوا اللوينات شوفوا معايا اللوينات ما شاء الله. اييه يعني الموديل اللي لابسه اكرام واللي لابسه نورا وخوله. اييه هذا الهابط ها انتم اللي لابسه نورا اللي لابسه اكرام البلون كاسي النفيسات والعريسات ديالنا وحتى المعتمرات الحاجات ان شاء الله حتى هما اللي تيقلبوا على قفيطنات ما شاء الله. العدد الالوان و 350 والمقاسات الله يسخر. نشوفوا موديل اخر ان شاء الله. دائما الشعار ديالنا اللي بغى لهنا يجي لهنا. تشكيله اخرى من قفيطنات جوهره. شوفوا معايا هاد الموديلات اليوم جوهره فيها موديلات كتحمق. هذه جوهره بالصمطه العريضه ما شاء الله جديد تشوف جديد اللي خدامين فيها ان شاء الله باذن الله. هذه مخدومه بالكاترفيل وبالطرز ومطروزه. هذا عالم الجوهره اختي لطيفه. عالم جوهره عالم جوهره جوهره شي حاجه طوب اشكال اللي بغيتي تمشي في لاطوب شي حاجه غزاله ما شاء الله. عندنا ديزاينات مختلفه فيها كاين هذا الديزاين هذا حتى هو بالكاترفيل وفي شي حل قدام هذا داير من التحت بالسفيفه وكيجي بحال اوفال دوري حيت كيجي بالعماره من التحت زوين. شوف كيفاش كتجي في الصاله ديالها ما شاء الله. اللي جاها طويل كتنقسم منه واللي جاها طرو هذه كتخلي كتحزم واللي جاها طويل غتحزمها. هذا بالطق فيها حتى لتحت نتوما نسينا ماشي ليمونش حتى هو مخدوم بالالوان الصاري الحوض باطو حاجه طوب. هادو كلهم مخدومين بالصاري هذا الثمن ديالهم اختي لطيفه بالنسبه اللي طاي فيهم من الاس حتى للطروا اكس اي الثمن اختي لطيفه ديرو 450 480 غنديرو 380 درهم 380 درهم هاد القفيطنات ديال ما شاء الله. جوهره ديال الصراحه بحال دابا هاد الموديل هذا وهاد الموديل هذا ديال 450 ما شاء الله. العرض راه فاجئني في هاد الثمن 380 ولكن 380 7600 دريال يلا جوهره بالكاترفيل بالصمطه العريضه والصمطه الرقيقه 7600 دريال ما شاء الله. فيها اللوينات فيها اللوينات كامل نشوفوهم
الالوان شوفوا معايا ها نتوما حتى الرشمات مختلفين الالوان فيها النوار فيها حتى الاورانج فيها داك البلو راه فيها الموف فيها الاصفر اييه ها هما السومو شوف النوار واو مزال النوار هذا بالسم الباطو وسبع شوف 380 درهم ياك 7600 ريال هالالوان شوف اللي ما بغاش يلبس جواره كلشي يلبس الله يسخر الجميع والله يجيب التيسير للجميع نشوفوا ان شاء الله موديل اخر ما شاء الله الجماله والتقسيط وهل جديد والمفاجأة كل فيديو المتابعات كيسولوني على جلبات صغار اليوم جبنا البنوتات ديالنا الاميرات ديالنا بحال هاد الاميره الغزاله ديالنا ما شاء الله على الله يحفظها جبنا لكم جلبات البنوتات وغير شحال 100 درهم بنيتات المغرب كلهم الاميرات المغرب كلهم غيلبسوا لنا جليبات وماشي اي جلابه لا لا جلابه بالكريب وبالطارز وبهاد السليته بحال بحال الراندا ما شاء الله شوفي دوري بنتي دوري الاميره ديالنا دوري اوه ما شاء الله شوفوا جليليبا جلسه طوب هذه هذه بالنسبه لي كولور فيها لي كولور كاملين وفيها طايات من 3 سنين حتى ل 12 عام ياك سي 14 من 3 سنين حتى 14 حتى ل 14 عام ما شاء الله عطيني اللوينات نصبقوا الاميرات ديالنا هما الاولين جلبات البنوتات 100 درهم من 6 سنين حتى ل 14 عام يلا رمضان المدرسه ان شاء الله ليله القدر ان شاء الله كنتمنى عليهم بزاف اليوم جبنا اليوم عندك هذه وعندك اللبسه ان شاء الله ديال تفكير الشريطه ديال الصغار حتى هي راه غادي ندوزوها ان شاء الله شوفوا معايا يلا يلا الاميرات ديالنا جلبات 100 درهم الاميرات كلهم غيلبسوا جلبات واحد الفكره كريب كريب التوب ديالهم ها هو واحد النوع من انواع ديال الكريب طايح ومخدومه بهذه السليته كتبان بحال الراندا هالالوان اللي فيها حليه واحد الموطار الله يحفظك والكحله شوف ها انتم شوف شوفوا 6 سنين البنيته شحال عندها؟ شحال عندها البنيته؟ 8 سنين ما شاء الله ما شاء الله شوفوا الجلبه 6 سنين هذيك 6 فيها 6 هذه 10 سنين شوفوا ما شاء الله 100 درهم يلا ومرحبا واللي بغى فيهم الجمله ما شاء الله والتقسيط في العدد في العدد في العدد شحال هذه اللي بغاها تبارك الله كيف ان شاء الله ندوزوا جلبات البنات الكبار نشوفوا ان شاء الله جلبه اللي لابسه نوره جليلبات اليوم ابتداء من 170 درهم اختي لطيفه جلابه الرمضان 170 درهم شوفوا الكريب مخدومه هنايا بالكاتر فيل ها انتم ليمونش وفيها العدد اختي لطيفه ما شاء الله حاجه طابه اختي لطيفه بالنسبه للضيطه كيمشيو من الاس حتى ل 3 اكس ال هادو من سمول حتى ل 3 اكس ال شوفوا اللي لابسه اكرام الموديل هذا حتى هو لوين طوب هذا ستيل هذا ستيل تيبان بحال برشمان هو بالطرز شفتوا هادو من البعد كيبان لكم برشمان هو راه مخدوم بالطرز اييه بالبرادا دايره من التحت هذه كتجي كلوش يعني ما فيهاش افتتاحات اللي ما كتبغيش جلابه بالافتتاحات شوفوا لي لابسه خاوله واش هذه لابسه خاوله هي 170 درهم ما شاء الله يلا شي كيش كيجي في اللبسه شي حاجه ما شاء الله شوفوا جلابه ب 170 كيفاش دايره كلشي يلبس وكلشي ممكن ما شاء الله وحتى الكريب ديالها زوين هذه شوفوا بالنسبه للخدمه فيها خدمه نقيه وخدمه ما فيهمش هادو الافتتاحات كيجيو دايرين اللي ما بغاتش الافتتاحات ايفازي ما شاء الله هادو فيهم العدد وفيهم الالوان واخا نشوفوا اعطيني الوان هاي هذه البرشمان بالطرز هالالوان ديالها فيها العدد سي عارف يطلق العدد 20 لون سي لطيف هذا طرز الزروه اللي ما تيعرفوش يحطوا بياسه بياسه خاصهم يحطوا كل شيء راه هي اللي لابسه خاوله اللي لابسه اكرام هي اللي لابسه اكرام ما شاء الله ها انتم الشيبي هذه اللي لابسه خاوله خطيره شوف ها هي شوفوا الاورانج ديالها كي داير ما شاء الله شوفوا هذه اللي بحال برشمان بالاسود 170 درهم يلا اللي بغى لهنا يجي لهنا عطيونا زيد عطينا الموديل اللي لابسه نوره ها هي واحد الموطارد ها هي واحد الصفراء هي لابسه نوره 170 فيهم العدد ما يقولوش لي ما لقيناش ها هو
هذه المطاط بالاخضر ما كاينش ما لقيناه بالنسبه موجود الكميه راه ما كنصورش لافيديو ما شاء الله الله يسخر جليل بات 170 مرحبا يلا مرحبا نشوفوا تشكيله اخرى في جليل بات تشكيله اخرى شوفوا معايا هذا الموديل جليل بات والثمن البنات واعر حتى هو شوفوا قول لهم الثمن قول لهم الثمن هو الاول 300 درهم 300 درهم يا سلام ريال شحال الاورو 30 الاورو هذه بمبره مخدومه فوق الكطرفين شوفوا هنا مونش حتى هي في حلقه قدام حاجه طوب ما شاء الله هذه الجلابه هذه تمشات لنا ما شاء الله ما شاء الله عندنا الموديل بزاف عندنا هذا الموديل هذا ما شاء الله هذا الهبل عسني هذا الدولار الدبانه اختي لطيفه هابط حتى لتحت القيطان كيمشي فيه باللوينات وما نساوش الناس ديال القنيطره دائما نزل شكرا ليهم بعدا كلهم عرضوا علينا داك الناق جيو تاكلوا كسكسو مرحبا بكم يعني الموديلات اللي شفنا هنا راهم كاينين في القنيطره ما شاء الله ما شاء الله هذه بالدولار قلنا ياك وبالدبانه بالكريب هادو النوع ديال الكريب ديالهم ديال كوريا ديال نوسوا دوري نورا باش يشوفوا الفصاله ديال الافتتاحات في الجناب الكليينت واكلوا راه كيجي عندنا الحمد لله الحمد لله اييه نشوفوا خاوله هذا قطخ في البتن بس درنا الدريس في الكمام كما كتشوفوا هذه كتمشي كلها بالصم الكميمات هنايا نوع ديال كريب تاع هذا الكريب اييه حاجه وهنا يعطوكم الاختيار سمح لي اخويا سمير اللي كتبغي افتتاحات في الجناب كاينين بحال الا لابسه نوره كتبغي افتتاح القدام كاينه اللي كتبغي الكميمات لاصقين بحال الا لابسه خاوله بحال الا لابسه عاوتاني اكرام كميمات وكل شيء الاذواق كاينين كل شيء كاينين جيل بات 300 درهم من سمول حتى لدوبل اكس حتى ل 3 اكس ال عطيني الالوان ان شاء الله مرحبا الوان 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 ما شاء الله نشوفوا اللوينات هذا لاكامين كيما كاينين احسن فيها هذا ما لبسناهش هذا هذا عندنا فيه كميه اختلاطيه كاينه موجوده شوفوا النواغ بحال اللي لابسه اكرام شوف هاي نواغ ملكي شوف حاجه ما شاء الله ما شاء الله الديزاين هذا حيت عندنا فيها ديزاينات بزاف اختي لطيفه ما كيساعدناش الوقت نلبسوا كل شيء لبسوا كل شيء كاين هذا الشكل هذا قربوا لهم هذا كيكون هكا في الطرز وفي هذا الطرز الرباطي ويمكن شي بالتنباس وهنا بلاصه العقيدات كاين هذا العقيق هذا انتو على هذا البلون كاسي بالمارون ما شاء الله كي جات غزاله هذه حتى هي فنه 300 درهم اوه تادي فنه شوفوا هذه حاجه سينما اختي لطيفه 300 درهم يعني تبارك الله كاين تشكيلات اخرين من غير اللي لبسوا البنات شوفنا هذه الخضره بالموف هذه عاوتاني ستيلها واحد البلوغوه حتى هي كي دايره واو هذا الشيء كاع ما كيبان شوفوا هذه شوفوا هذا الاخضر هذا دابا باغا الدار اختي لطيفه كتغوش تنادي دابا باغا الدار مسكينه باغا تقول لكم شريوني هانتوما شوفوا هذا اللون هذا ما شاء الله ما يمكنش لينا نلبسوا الموديل كل شيء حنا تنحاولوا نلبسوا غير بالنسبه للناس اللي خارج المغرب والناس اللي خارج كازا الناس اللي في كازا كيجيو للمحل وكيختاروا ريوسهم النهار اللي كيتحط الفيديو هذا الشيء كامل اللي كتشوفوا هنا كله تيكون هنايا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله شوفوا هذا البلوغوا بداك السومو ما شاء الله 300 درهم ونشوفوا تشكيله اخرى كاين حتى القفطان الصغير الاميرات ديالنا نشوفوك نشوفوا القفيطين ما شاء الله هادو عندنا من ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك من 5 سنين حتى ل 12 عام قفيطنا تاع المبره البنوتات ديالنا كاينين اشكال وكاينين رشمات مختلفين ها نتوما نشوفوا غير الالوان اللوينات كاينين شوفوا معايا هذا الاخضر اللي ملبوسه هنا لابسه هاد السيده حتى هي شوفوا ما شاء الله والثمن درهم 150 درهم القفيطنات كلكم ديما تتسولوني واش كاينين جليلبات وقفيطنات البنوتات جليلبات 100 درهم والقفيطنات 150 درهم اللي بالكميمات اللي بالكميمات الكاتر شريف تسميهم طرواكار ها انتم شوفوا معايا مرحبا اي لون بغيتوه في القفيطنات راهم كاينين جيل تما كاينين الوان ديالهم انا نمشي لتما انا نمشي لتما شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن السلعه هذه التلوينه ديالهم وكاين رشمات مختلفين شوف ها انتوما شوف هادو كلهم قفيطنات البنوتات شوف والالوان الكريب فيهم شي حاجه قليله بزاف ما فيهمش العدد الكريب ها انتوما شوف خلينا هذه
هذا ما فيهمش العدد، شو تبارك الله الخفيطنات 150 هذا حتى هو ديال البنوتات، هذو كلهم حتى هما ديال البنوتات. يلا مرحبا. ثانية في جليلبات، جليلبات الطوب وتا الثمن. شوفوا معايا جلابة القرقع، القرقع اختي لطيفة، شوفوا الخدمة، الكريب حاجة طوب، هادو افتتاحة هذا تاع صاب اختي لطيفة اللي كتشوف ديال الكمبيوتر، شي حاجة لوكس، حاجة ما شاء الله. لي مونش افتتاحة مقدم كما كتشوفي، جلابة كتجي ايفازي ما شاء الله. وبالنسبة اللي طايب فيها من الاس حتى ال3 اكس ال، من السمول حتى ال3 اكس ال، هذا الطرز، الطرز الرباطي ولي كولور فلاشي رابط بالعقيق حتى لتحت كما كتشوفي. فتيحة في قدام لي مونش ايفاز تاعي ديالها في الصالة. هذا الموديل هذا بالخط حتى هو ديزاين في انتيك ديزاين. بالنسبة للجلابة عندنا لا نهاية اختي لطيفة، ما شاء الله عندنا ميلونج بين الطرز وبين الكترفيل وتا اللوينات ما شاء الله. حاجة طوب، حاجة سينما، تبارك الله على الموديلات ديالنا. والثمن 330 درهم فقط، 330 درهم. يلا وعندنا الكمية ما شاء الله 350 درهم الثمن ديالها. يلا جليلبات 450 330 درهم. ونشوفوا الالوان، شوفوا اللوينات، هاني كولور في لافيكا، هاني كولور ديال، زيد الوان، زيد انا اخترت الوان ديال الموديل الاخر هذا، انا اخترت هذا الموديل كاع كولور طوب، شفت هاد البلوك بيترول ما شاء الله. هذا الموديل اللي لابسه اكرام، هذيك الشيء اللي بغيت نقول لك، واش فيه المليفه؟ بالنسبه للمقاسات الكبار بحال اللي صورنا في القنيطره تعطينا الموديلات، لان تبارك الله هذيك 35 36 في الربع عرفتي المغرب كله، قلتي لي تقدمهم كاع فين ما كانت شي دبيديبه. هاي ورينا هذوك اللي بغيت انايا، لي غون طاي تا هما كيبغيو يشريو جلابه طالعه، هاي 5 اكس ال وبالمليفه و 330 درهم. يلا لي غون طاي 330، شوفوا بزاف ماشي مشكل. ما شاء الله ها هما جليلبات تبارك الله ما شاء الله. هذه الكريب المليفه وهذه الكريب، وهذه راه قلنا شحال في الربع عندك تما؟ 35 يعني كتلبس حتى ال 5 اكس ال ما شاء الله. مرحبا. يلا نشوفوا تشكيله اخرى ان شاء الله، بنات اخرين. بالنسبه للفيديو اللي فات واحد المتابعه قالت لي شفت الفيديو كامل وما لقيتش الجلابه اللي قلتي لنا حتى 5 اكس ال، راه هي هذه، هذه 4 اكس ال وهذه 5 اكس ال، راهم كاينين جليلبات حتى يلبسوا حتى 5 اكس ال، يعني 35 من هنا لهنا تبارك الله ما شاء الله، راه اكبر طاي. ومرحبا بكم، ومازال نحلو اييه، حيت بزاف ديال المتابعات كتقول لك ما كتجيبيش لينا لي غون طاي، هذه 32 في الربع ديال الصدر. مرحبا، شوفوا 36 في الربع ديال الصدر جليلبات اليوم، شوف ما شاء الله 36 اكبر طاي و 330 درهم. اخرى حتى هي تشكيله رائعه، شوفوا معايا موديلات اليوم جليلبات الرمضان شي حاجه طوب، شوفوا الموديل ما شاء الله، والثمن والثمن والثمن، شوفوا الكميمات عطيني ديك النوره، هانتوما ستيل الكريب دو سوا بروميير سوا، والالوان كذلك الاختيار في اللوينات. هاد الموديل اللي لابسه نورا لابسه حتى خوله في شكل اخر تاع صاب حتى هو، هذا موديل ديزاين ما كيشبه ديزاين اختي لطيفه، موديل ما كيشبه الموديل هذا، هابط كما كتشوف تاع صاب حتى لتحت، والكاتر فيل افتتاحه القدام لاكوب شي حاجه لهبال ما شاء الله. دائما كنتنظروا ولي كنراكم بالميزات والمفاجات حتى كانت الجلابه، شوفوا هذه تاهي توب دائما الكريب دو سوا البروميير شوا ما شاء الله، شوف هذه هي التوب كيداير والخدمه شي حاجه ما شاء الله، لا في لاكوب لا في الفصاله لا في كل شيء ما شاء الله. جلابه والثمن، الثمن الثمن 330 درهم، 6300 درهم بصفه عامه، ما كنفوتش عندنا 330 ما شاء الله 330 درهم. يلا تشكيله الالوان هانتوما، ها الالوان شوف بلا ما هانتوما بلا ما نحل لكم، هادو هما الجليلبات سومو بلوغوا، هادشي كله جلابه. دابا حاليا في المحل قال لي 3000 اللي داخله دابا المحل، دابا 3000 بياسه 3000 جلابه اللي كاينه دابا حاليا في المحل، هذه كاينه هنا وهي كاينه لداخل،
هذوك اللي قفاطنات وموديل ينسيك موديل، كاين واحد 30 موديل تقريبا. اي هانتوما كلشي كلشي ما شاء الله تبارك الرحمن، الجمله والتقسيط الجمله. 30 موديل خصنات هذه الجمله، هالالوان شفتوا والنوار، النوار النوار عاوتاني دايرين واحد واحد النوار تبارك الله ان شاء الله، واحد بعد على هذا النوار عجيب. أيه. شوفوا النوار دايرين حنا دوبل، الكحل موجود. الكحل كاين موجود، شحال ما بغيتي هذا الكحل كاين. شوفوا هذه الكحله هذه حتى هي كي جات، هذا كي دايره وهذه كي دايره وهادو راه شمت راه ماشي بحال اللي لابسين البنات، راه زواقات اخرين. انا ما يمكنش نلبسو كلشي ان شاء الله، المهم غنلبسو نحاولو. لاكام كتمشي فيها نفس التلوينه، الابيض الشيبي الاورونج هذا الخضر هذا السوم 12 13 لون، المقاسات من سمول حتى يلا نشوفو جليبات اخرين. بالنسبه للالوان هي الالوان اللي كاينين دابا كاين غير الكركاع ديال الالوان لطيفه، باقي كاع ما شتي الالوان، باقي ما شتيش الكميه. حيت سمير اللي ما دارش هكا هذا روح العدد والكميه. شوف هذا بلو بيترول حاجه الهبال، انا طوندون طوندون. شوف هذا الويز لا طبطب، شوف تبارك الله هذاك الابيض الاخضر والاحمر ما شاء الله، شوف تبارك الله الخدمه كي دايره. هذا اختلاط هذا يمكن نبيعه ب 450 330 درهم دابا ما شاء الله. يلا مرحبا، الله يسخر. العاده داخل الى اخرى البنات في جليل بات ان شاء الله نشوفوا اكرام موديلات. راه حنا تنحاولوا نلبسوا لكم غير شويه من بزاف اللي كاين في المحل. هادو عاوتاني الطريزات، والطريزات فيهم هاد العقيق هذا هكا كيف ما كتشوفوا، كمل مع لي كولور والتنبات شي حاجه طاف بس كامل ديال اليد. العقيق داير في الكول، داير في هبط الصراحه في التحت شي حلقه قدام سي لا في الصاله. شوفوا نورا هذا بكثر فيل، كثر فيل والتنباس وباللوزه، اللوزه ديال باكسي كلشي. هو هذا العقيق كيسميوه اللوز. لي مون شوف لي مون كيفاش كيجيو ما شاء الله، شي حاجه لهبال. جلابه ما شاء الله، لا في لاكوب لا في الصاله لا كلشي لا في فينيسيون. تبارك الله بالنسبه لرمضان غير اللي بغاش يلبس جلابه تبارك الله، الله يسخر الله يجيب التيسير للجميع. ديزاين ديزاين مختلفين اختلاف. هذه حتى هي طرزه بهاد هاد بوانتيك خوا هذه كتسمى ياك بوانتيك روا. اييه شوف لافينيسيون، خدمة لافينيسيون كي دايرة. المقاسات دائما من الاس 3 اكس ال، والثمن 330 اغلى جلابة، اغلى جلابة 330 درهم هالالوان. هانتي باش المتابعين ديالنا يفهموا قال لي هذا الموديل هذا راه فيه المليفة وفيه الكريب، وهذا الموديل هذا هو راه فيه المليفة وفيه الكريب. اللي بغات المليفة مرحبا، واللي بغات الكريب مرحبا. غير باش يفهموا المتابعين ديالنا باش ما يقولش كنصور حنا الكريب، حتى المليفة راه كاين. هذاك حيت هذاك ليفه الكريب اللي غيشوف كاين بعد شوفوا واش عندكم المليفه، كاين المليفه وكاين الكريب. شوفوا النوار وعلى ذكر الاسود، شوفوا هنا الاسود اسود غنديروا فيديو ديالو غنديروا. تبارك الله ما شاء الله 330 درهم والعاده هاد التلوينه اللي فيهم، هاد التلوينه هذه ديال هاد الموديل هذا ما شاء الله، هذه غير التلوينه ديالهم. آه الله يبارك. اخرى شوفوا معايا هادو بالسفيفه وبالتنبات، نشوفوا خاوله من المرمى، هذه المرمى منبتينا هكا، وهنايا الخدمه الخراط من لهنا حاطين مع الجناب، فتيحات القدام الجناب، فتيحات في الجناب حتى هما جايين من المرمى والتنبات، حاجه طوب كتجي في لاكوب ما شاء الله. كخيب دو توصلوا 100 فوا دائما. عندنا فيها العدد اختي، وعندنا فيها كمية يلا خدامين ان شاء الله. عندنا افتتاحات في الجناب هادو اللي لابسه نورا فيها الافتتاح القدام. كيف ما قلت لكم جميع الاذواق، اللي كتبغي افتتاح القدام اللي كتبغي افتتاح في الجناب. ما شاء الله هاد الخرات هادو عطاو اللبسه واحد اللي كتجي حطاريه اكثر. هاد الجليبه هادي ها انتم بالمرمى، هاد الموديل هذا اختلاطي خاص عند الزروان ما شاء الله. اواخر اواخر الله هذا يلاه جا غير البارح اخر ما كاين. السومه شحال هذه الساعه؟ السومه 330 الله يسخر. هذه بالتنبات مليفه، الجناب نفسين افتتاح القدام، شي حاجه لهبال ما شاء الله. كتجي في لاكوب زوينه، حتى هي الايفازي نفس الكلام 330 الالوان ديال هذا الالوان ديال نشوفوهم الالوان بالنسبه لي راه مباشره. هاي اختي لطيفه ها اللون ديالها، ها هو اختي لطيفه اللون
ديال لون يمسك ليه فهمت. البلون كاسي ديال العريسه تاع الشي لطيف شي حاجه اللي زايده اللون يمسك ليه. هذا موديل كيغوش هذا اختي لطيف. موديل ما عندوش 24 ساعه في المحل هذا. يلا اجا اه فين 24 ساعه ما عندوش. وهذا 330 درهم خاص ديال الزروالي الموديل ما شاء الله مولود جديد عند الزروالي. مرحبا. ديال تنبات اللوينات اللي فيها حتى هي نفس الالوان اللي لابسه اكرام نفس اللوينات. يلا 330 درهم من الال هادو حتى ل 3 اكس ال. ومرحبا نشوفوا تشكيله اخرى. مرحبا ندوزو للبات التنبات ديال التنبات لرمضان ان شاء الله. شوفوا معايا ما شاء الله ديال التنبات حاجه شارجي كامله مرسه من التغيير المهرس شي حاجه الهبال في الجناب ما في الكور. هذا اختي لطيف حاجه طاوله هذه دخلناها اختي لطيف. عندنا هذا الديزاين هذا حتى هو لابسه نوره كتجات عامره حاجه ليكس كتجي انيقه في اللبسه ديالها لكن لا شنتيف ولا لي موش حتى هو ديال الموش كيجي زوين حتى لي موش هما منبتي. شوفوا موش جناب يعني بغيتي ستيل عامر بغيتي ستيل خفيف اللي بغيتي تما غادنا في 21 زوار كيجي فيه لاقب زوينه ديالو. نشوفوا اللي لابسه اكرا الكريب دو سوا دائما. شوفوا المهرس المقاسات هذا المهرس هذا كيمشي بلي كولور حتى هو كاين كاين هذا الكميمات ديالو كيجيو انيقين افتتاحات في الجناب وكاين افتتاحات الوسط بالنسبه لليطا كيهم من الال حتى للدوبل. والثمن الثمن 430 درهم فقط. 430 درهم جلابه بالتنبات. عطيني حلينا شي لوينات اخرين حلينا شي حاجه اخرى كامله يد ماشي كاين كولا ولا شي حاجه. زدنا الالوان زدنا الالوان ديال التنبات. شوفوا هادي هادي بحالي لابسه نوره. اه هادي لطيفه انا غير حل لي الموديلات نشوفوا الموديلات شنو لي ها منين ما عقلش على البنات دعوا له اجي حل لينا حل لي هذا اللون هذا حل حل هذا الموديل اللي لابسه نوره في الكحل وها هو في البوردو وفي الباج اللي لابسه هي ياك زيدنا هذه خلينا هذه ايه ها هي او فن هذه شوف شوف ما شاء الله. وهذه مقاس صغير هذه دايره 26 اه شوف ما شاء الله ما شاء الله او فنين هذا كاين هذه ديال الجيب عاوتاني غير واحد كان نسيكو ما شاء الله ولكن هذه راه ما كاينش كاينه حبه وحده وحيده حبه وحده استفد منها يديها يديها. مرحبا شوف لنا هذه شا هي هذه اه ايوا هكا كنوريكم حيت راه كاين بزاف ديال الرشيمات. هذه بحال اللي لابسه مريم كاين بزاف ديال ما شاء الله بعدين فيهم العدد اختي لطيف الله يبارك و 430 درهم جلابه بالتنبات. اخر تشكيله ماشي اخر تشكيله باقي تبارك الله في التنبات موديلات باش ما نطولوش الفيديو غنختموا بهادو ان شاء الله حتى هما ديال التنبات. نشوفوا نوره اللي شفنا قبيله الايفازي هادو مخزانيين هذه كتجي في صاله مخزانيه حتى هي جلابه ديال التنبات والتنبات دائما بالمهرس كما كتشوفي كلشي بزاف باليد في حاجه في الجناب. نشوفوا خاوله بالنسبه للمتابعين ديالنا هذا العام ان شاء الله ديال سيدنا رمضان غير بغيتو تبرعوا جلابه عالم جلابه ان شاء الله ان شاء الله كتوجدوا لنا ان شاء الله كل سيمانه كنخدموا على موديلات جداد. شوفوا كل سيمانه عندنا ديزاينات مختلفين ما شاء الله. شوفوا هذه الموديل شنو الموديل كي داير تبارك الله هذا كله هكا عامر التنبات كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كلها عامره والثمن نفس الثمن 430 درهم ما شاء الله. 600 ما نقولوا 700 ما نقولوا 550 اليوم ما لبسناش لكم اللبسات كاينين وحتى القفاطن غندير لكم غير جوله هكا تبارك الله ما شاء الله دائما. شوفوا تكاشط لي جاو الجديد ما شاء الله ها نتوما الجديد اختي لطيف اييه اللي مهتمين مرحبا. شوفوا معايا هاد السيال حمقاتني هذه دخلت حمقاتني هاد التكشيطه هذه ما شاء الله اللون في اللون. شوفوا قفيطنات والعدد والموديلات ما صورناش كل شيء. شو اليوم الجلابه غنقول لكم مهرجان ديال الجلابه مهرجان الجلابه وكاين حتى مهرجان التكشيطه والقفطان ولكن حنا ما يمكنش لينا نديرو فيديو فيه كل شيء. شفتي هذا كل شيء كلها تكشيطه كلها كريب دابا التكشيطه ان شاء الله حتى نصف رمضان ان شاء الله والتكشيطه غادي تكون موجوده ان شاء الله اللي بغا راه كاين اختي لطيفه عارفين عندنا التكشيطه والجلابه والقفطان والقفطان اه الكليان ديالنا راه كيعرفنا الحمد لله. مرحبا هنا غادي نختموا واخا بالنسبه لي كلها تكشيطه اييه
اللي بغات تكشيطه مرحبا به، اللي بغى جلابه مرحبا به، اللي بغى قشطه مرحبا به. دابا تكشيطه طلونصات اللي هي، ودابا جبدنا الجلابه. هذا كله جلابه ما شاء الله، حاليا في المحل 3000 حبه، 3000 جلابه. عاد كاينه هنا لداخل في الوقت ما شاء الله. هي جلابه كلشي جلابه. هنا غادي نختموا. كندير اختي لطيفه من اجل المتابعين ديالنا. مرحبا الله يعطيك الخير. واحد الموديل كاع ما صورناه. يلا دخل دابا لطيفه. هذا اختي يلا دخل دابا. هذا يلا دخل دابا. هذا يلا حيدناه من الميكا. هذا يلا جا دابا وتا هو من الجلابه ديال شحال؟ ان شاء الله 170. الفيديو جاي باذن الله نوريه لك. الى بقى. هذا ديال هذه حاجه طب. شوفوا جلابه 170 هذا ما شاء الله. هذه يلا جات، يلا جات فيها الدفعه الاولى. شي حاجه ما فهمتي. هذا هو ختامها مسك. تبارك الله عليكم وتبارك الله على الموديل ديالنا. المتابعين ديالنا فهمتي باش يرضيو علينا، وراه كيجيو عندنا الحمد لله. الحمد لله. يشوفوا المعامله والسلعه وكيشوفوا الكونتيتي. ان شاء الله. هذا خويا. ان شاء الله. حنا مرحبا بكم معنا. سلام. كاع ما سخيناش. ما شاء الله عليكم وحتى الناس. قطار طويل اختي ما كينتهيش. قطار طويل ما كينتهيش. الحمد لله. باذن الله ودائما الجديد وكنخدموا كل سيمانه. ديما كندير واحد المجهود. قطار طويل لا ينتهي وعرادي. وبالنسبه القطار الدوري دائما كنخدموا جديد. دائما راسنا خدام. الله يتخرج. الحمد لله ودائما الجديد. الله يتخرج. كل سيمانه عندنا الجديد. ما شاء الله. معامل تبارك الله واحد الفاس وواحد هنا في طازه خدامين ما شاء الله. باقي ما كتبش نمشي نصور لهم في المعمل ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. انا اللي ما عنديش الوقت هما الصراحه، انا اللي ما كنساليش ان شاء الله. لهنا غادي نختموا ان شاء الله. والجوهرة خيرات راه موجودة تبارك الله. ما شاء الله. الحمد لله. دابا حتى رمضان ونتلاقاو ان شاء الله. ان شاء الله. يلاه. نشكركم بروكا. الله يدخل عليكم الصحة والسلامة. شكرا لكم ان شاء الله. علينا ولا جميع المسلمين ان شاء الله باذن الله. وهكا ما ننساش نشكر جنود الخفاء، الدراري اللي تيطوي ورانا، خديجه، عزيز، الشهب ياك؟ نسيب كتقولوا ليه نسيب، المهم القاب كيقول الله يعطيهم صحيحتهم، كيتعذبوا معنا حتى هما اييه، لان هذا الوقت اللي كيدوز في التصوير كيبان لكم التوقيت يعني سهل، ولكن راه كيمشي فيه حتى الخمسه حتى السته ديال السوايع ديال التصوير للبنات، حتى هما كيبانوا لكم مساكن كيتكاو عياو الدراري. ما شاء الله. الله يسخر الجميع، نستاهلوا. لايك وبارطاج وبسلامه عليكم. فيديو جاي ان شاء الله. في امان الله. بسلامه. الباب ديال القيصريه اللي تيدي المحل اللي في القيصريه اللي هو 199 هو هذا، واللي بغيتو تطلعوا فين كنصوروا يعني فين كاين الديبو فين كاين السلعه كثيره، هذا هو المدخل. هنايا المدخل 162. راه كيف ما شفتوا راه تصبغ. بالنسبه للشارع اللي تيبان لكم اللي قدامي، هذيك هي الشارع اللي ديال درب السلطان معروف قيصريه عزيزه، وهذا تندخلوا نيشان غيجيو دخلوا وسولوا على مدرسه انقره اللي هي هذه. ها انتوما مدرسه انقره هي هذه. انا غير غادي نقاد لكم الكاميرا، ها هي. وطلع هذا الباب هو هذا. ها انتوما اونفاس مع انقره، غيجيو لدرب السلطان سولوا على مدرسه انقره. مدخل القيصرية الحميدية، شفتوا باب 8 المحل داخل 199. بالنسبة للجميعة راه هي اللي أنفاس معنا الجميعة ياك. الجميعة أنفاس معنا، يعني هنايا جا الوسط بين الجميعة وبين الدخلة اللي كتجيب من عزيزة، والدروج هما هادو. ها انتوما كنطلعوا مع الدروج. كتبان لكم البانو ديال الزروالي، والمحل هو هذا. ديما تلقى القطيطه. ها انتوما محل الزروالي هو هذا، هو هذا. مرحبا بكم. شفتوا